للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ ياسر النجار. مرحبا بك أستاذ ياسر. يعني بتهجير 7000 شخص من بينهم مسلحون من بلدات زملكة وحزة وعين ترمة وحي جوبر ومدينة عربين في الغوطة، إلى أي مدى بات مصير حلب واقعا على الغوطة من وجهة نظرك؟ مساء الخير. حقيقة يعني كما ترون لا القرارات الدولية ولا أي اتفاق ما بين الدول كان له أي وقع على أرض الواقع، بل على العكس كأننا نرى أن كل هذه التصريحات الغاية منها فقط امتصاص الرأي العام العالمي. حقيقة ما وصلنا إليه في نهاية المطاف إرادة حقيقية في التهجير على مستوى محيط الغوطة أو الغوطة الشرقية محيط مدينة دمشق، وكأن هذا الترحيل أصبح سمة العصر. نحن انطلقنا يعني حقيقة من التغريبة الفلسطينية ومن ثم دخلنا في الثورة السورية بتغريبات، يعني أنت تتكلم عن تغريبة أهلنا في القصير وفي حمص وحلب، وأصبحت حلب وكأنها الناموس الذي يقتضي بموجبه الترحيل، أمر الترحيل. وصلت طلائع المرحلين من حرستا إلى محافظة إدلب، الغاية منه كما وصفه بشار أسد منذ البداية أنه يريد دولة سورية مفيدة ويريد يعني حاضنة خاصة به، وبالتالي كل ما سوى ذلك هم ليسوا سوريين، ستنزع عنهم الجنسية أو سوف يلفظون خارج إطار سوريا المفيدة. وكأن ستالين يريد أن يحقق من جديد، يعني بوتين يريد أن يحقق ما حققه ستالين عندما هجر كافة أهالي القرم شبه جزيرة القرم من التتار المسلمين، هجرهم بحجة أنهم كانوا متعاطفين مع هتلر، وكان بالنتيجة تهجير كامل. وصل عدد التتار المسلمين في القرم صفر. الآن ما نراه حقيقة أن كل ما هجر من سوريا لم يسمح له بالعودة. أنا أتكلم عن مناطق بعينها حمص على مستوى المدينة القديمة القصير، وأيضا كل ما يعني الغوطة الغربية، وأخيرا نحن في صدد الغوطة الشرقية. كيف تؤثر أستاذ ياسر اتفاقيات الفصائل على الوضع الميداني في الغوطة؟ يعني تصوري استطاعت روسيا عبر تكتيكات عسكرية أن تفصل الغوطة الشرقية إلى عدة مواقع كما لاحظنا ذلك عسكريا، وأيضا على المستوى السياسي عندما كانت تتفاوض مع جيش الإسلام بمعزل عن فيلق الرحمن، إحداها كانت مفاوضات في مصر والأخرى كانت عبر جنيف. كل هذا يعني لي أن روسيا كانت تتبع سياسة التكتيك الحرب النفسية في تخوين الفصائل فيما بينها البين. أخيرا ما وصلنا إليه الآن أن كل فصيل يريد أن ينجو بنفسه عبر حاضنته المجتمعية، يبرر ابتداء على ان كل هذه المفاوضات لن تفضي الى عمليه التهجير، ولكن في نهايه الامر وجدنا ان المفاوضات جميعها افضت الى عمليه التهجير. بتصوري الحاضنه المجتمعيه هي التي حملت تبعات كل هذه الامور. قادات الفصائل يعني لا نريد ان نخون احد، ولكن لم يكونوا بقدر المسؤوليه. ما وصلنا اليه في نهايه المطاف سياسة تهجير لم تستطع سياسة الفصائل التي محاصرة منذ 5 سنوات. أنا لا أقول أنها يعني استطاعت أن تغير من الحراك العسكري، ولكنها في نهاية المطاف يعني كانت تعلم أنها ستصل إلى هذه النقطة، فلم تكن يعني على المستوى السياسي قادرة على تجاوز هذا المأزق الذي وقع. لماذا من وجهة نظرك يعني يستمر النظام وتستمر روسيا باستخدام سياسة التوحش إلى هذه الدرجة، وكذلك استخدام الأسلحة المحرمة النابالم الحارق؟ يعني كما لاحظنا فعلا استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الغاية منها هي تهجير وليس الغاية منها هي عمليات انتصارات عسكرية. في نهاية المطاف كما نعلم أصبحت المساحة ضيقة جدا. نحن نتكلم منذ البداية الغوطة الشرقية حوالي 100 كيلومتر مربع، ما وصلنا إليه أخيرا حوالي 30 كيلومتر مربع. أنا بتصوري حتى المناورات العسكرية كل هذا نعم كل هذا واضح، ولكن الاتفاقيات، هناك من يرى أن هذه الاتفاقيات بين الفصائل يعني ربما تشجع النظام وتشجع روسيا على الاستمرار باستخدام هذه الأسلحة وقتل المدنيين. تصوري أن إرادة النظام يعني مسلوبة بالأخير. نحن نتكلم عن إرادة بوتين. بوتين عندما استخدم كل هذه الأسلحة في غروزني كان يقول أن هذه معركة داخلية ليس لأحد أن يتدخل فيها. الآن وكأن روسيا وبوتين يقولون أن سوريا هي جزء من ملاكه الداخل في يعني إحدى محافظات الفيدرالية الروسية، اتحاد الفيدرالي الروسي، وبالتالي أيضا يسكت العالم جميعا عما تتصرفه روسيا. في نهاية المطاف أنا أقول أنه يعني كل ما يهم
إيران على أن تكون محيط مدينة دمشق هي حاضنة خاصة بهم، هم يتكلمون عن ممر لعمليات عسكرية أو لإمداد السلاح ينطلق من طهران وينتهي في الضاحية الجنوبية، إذا هم بحاجة إلى ضاحية على محيط مدينة دمشق يكون موالين فيها لإيران وللمشروع الإيراني. طيب أستاذ ياسر، هناك أنباء عن تحركات غربية لتوجيه ضربة للنظام، يعني تتداول هذه الأنباء منذ أيام، إلى أي مدى تتوقع فعلا أن يكون هناك ضربة أمريكية محتملة للنظام على غرار ما حصل في الشعيرات؟ يعني حقيقة كما جسدت، مطار الشعيرات لم تكن الضربة فيه الغاية منه إنقاذ الحاضنة المجتمعية أو كما صور لنا أنه الثأر لعملية الاستخدام الكيماوي. أنا بتصوري كل هذه الشحافل العسكرية التي تأتي إلى البحر المتوسط هي رسالة إلى الشركاء، الآن أصبح مرحلة جني الثمار، وبالتالي الحالة النفسية التي تريد أن ترسخها الولايات المتحدة الأمريكية أمام من يتواجد عمليا على أرض أداء. يبدو أننا فقد دول الفاعلة عسكريا وليس لإنصاف الشارع السوري مما يعني يعاني من عمليات تهجير وقتل جماعي. كيف ستتعاطى من وجهة نظرك، يعني أخيرا في سؤال أخير، المعارضة كيف ستتعامل مع استراتيجيات النظام ومع سياساته؟ يعني بتصوري المعارضة، نحن نتكلم الآن عن معارضة تمثل الداخل، لا يعنينا الآن المعارضة المتواجدة في الخارج. حقيقة المعارضة المتواجدة في الخارج أخذت وقتها في عملية التمثيل السياسي ولم تستطع أن تنجز أي شيء، لا على مستوى الهيئة العليا للمفاوضات ولا غيرها من المؤسسات السياسية. أنا أتكلم الآن عن الشارع الداخل الذي بمقتضاه يجب أن يعبر حقيقة عن سياسة على الأقل تمثل مصلحة الشارع الذي عانى من كل هذا القصف ومن كل هذا القتل الجماعي. بتصوري أمامهم عدة سيناريوهات، السيناريو الأول أن يتوحدوا على مستوى أن يكون هناك تمثيل حقيقي يمثلهم ويستطيعون أن يعزلوا ويحاسبوا في أي لحظة عندما يشعرون أنه قد يفضي إلى شيء يضر بمصالح الثوار على الأرض، هذا من جانب. الجانب آخر إبعاد الفصائل العسكرية على إنجاز الحل السياسي لأنهم أيضا لم يستطيعوا وفشلوا في الاستيتان على أن يقدموا صورة إيجابية لمخرجات حقيقية سياسية. بتصوري الشارع السوري يحتوي على كفاءات تستطيع أن تعبر عن مصلحة سياسية، يمكن أن تكون هذه المصلحة السياسية هي مصلحة مرحلية قد تفضي في نهاية الأمر إلى إنجاز على مساحة الأراضي السورية بالكامل. عبر سكايب من اسطنبول المحلل السياسي السوري ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.